لما بنحب بتبقى مشاعرنا غالبة، ولما بنكره بتبقى مشاعرنا بداية غضب، ولما بنعند ممكن نخسر أي حد. صباح الخير وأهلا وسهلا بيكم، لسه مكملين فقرتنا معاكم. فقرتنا بعنوان قائمة المنقولات الزوجية ما بين الزوج والزوجة من الناحية القانونية. ويسعدنا ويشرفنا استضافة الأستاذ إيهاب إبراهيم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. قبل ما نبدأ فقرتنا أحب أرحب بزميلتي إيمي. صباح الخير يا إيمي. صباح الخير، إزيك يا داليا؟ خليني أسأل حضرتك، ما هي قائمة المنقولات؟ كيف تتم كتابتها؟ ومين الشخص اللي أثق فيه إنه يكتب لي القائمة؟ وأمضي وأنا مطمن. تمام. قائمة المنقولات الزوجية هي تعتبر عقد من عقود الأمانة اللي بموجبها بيستلم الزوج العفش بتاع الزوجة وبيكتب المحتوى بتاعه داخل القائمة على إنه يرد للزوجة وقت الطلب بكونه شيء مملوك ليها هي. مين اللي المفروض يكتب قائمة المنقولات الزوجية؟ فطبعا بما إن القائمة مستند قانوني فالمفروض ان يكون اللي يكتب المستند ده شخص يكون قانوني، يعني حد يبقى محامي مش اهل الزوجه. لا مش اهل الزوجه، طبعا بيحصل اختلافات بعد كده على الصيغه، بعد كده لما تيجي تقابلنا في حاله امتناع الزوج عن الرد بتحصل اختلافات بسبب الصيغه بتاعه القايمه، فاكتر حد يقدر يكتب صيغه موثوق فيها ومضمونه هو المحامي. طب كتابه المحتوى، السؤال العنصر الثاني من السؤال، كتابه المحتوى بتتم ازاي؟ المحتوى بتاع القايمه نفسه احنا بنكتب اي حاجه نقدر نحطها، اي شيء منقول. كلمه منقولات دي يعني اي عفش، اي حاجه نقدر نستطيع حملها، اي حاجه نقدر اللي احنا بنتفق عليه بنحطه. هي القصه بالنسبه لنا مش في المحتوى نفسه قد بتكون في الصيغه نفسها اللي بعد المحتوى. طب هل يا فندم الذهب من ضمن المنقولات الزوجيه يعني لازم يتحط جوه قائمه المنقولات دي؟ هو مش لازم، احنا بنختلفش على حاجه. لو في ناس بتحب ان هي تحط الذهب من ضمن المنقولات وفي ناس ما بتحبش ان هي تحطها، فدي حاجه بترجع لحريه الاختيار بالنسبه للطرفين وقت التوقيع. لكن اللي بيحصل الخلاف على الموضوع دوت وقت التسليم او وقت لما تحصل مشكله لا قدر الله وندخل المحكمه وبنطلب الزوجه بتطلب القايمه بتاعتها، في الحاله دي بتطلب يعني بيبقى الذهب من ضمن قائمه المنقولات بتاعتها، بس بالاعتبار ان دايما هيئه المحكمه بيبقى ليها اتجاه ان الذهب من المنقولات اللصيقه بالمراه، ان هي دايما بتتحرك بيها، يعني بتاخد هدومها وبتاخد معاها الذهب بتاعها. صحيح، انا واخده ذهبي وماشيه. بالظبط، صعب ان هي تاخد اي حاجه ثانيه من القايمه، مش هينفع تاخد اوضه نوم مثلا وتمشي انتريه وتمشي، لكن الذهب بالظبط، لكن الذهب بيبقى من المنقولات اللصيقه بالمراه. تمام. طب ازاي بتتم عمليه تسليم الزوجه للمنقولات في وقت حدوث الخلاف او وقت حدوث المشكله؟ هي طبعا بتعمل ايه؟ هي الزوجه بتروح ترفع كانها وصل امانه عادي جدا، بتروح ترفع بيها عن طريق محضر شرطه او جنحه مباشره ان هي طلبت المنقولات بتاعتها وان الزوج رفض ان هو يسلمها لها. تمام. في الحاله دي الزوجه جت استلمت عن طريق المحكمه، جت ما جتش، بطلب من هيئه المحكمه عرض المنقولات عرض قانوني عن الزوجه، وابعت لها انذار تعالي في الحته الفلانيه في الاسم الفلاني من الوقت من الساعه كذا للساعه كذا استلمي العفش هناك. بموجب اللي هيتم هناك، استلمت ما استلمتش، بنعمل محضر اثبات حاله وبنروح نرجع تاني للمحكمه نسلمها المحضر باللي تم بالظبط في الواقعه بتاعت الاسم. يعني ايه يا فندم تبديد عفش؟ مصطلح كلمه تبديد هو اختلاس ملكيه شيء مملوك للغير. انا معايا حاجه حيازه ناقصه، هو معايا بس انا ما بملكوش واختلسته لنفسي بنيه تملكه. الزوجه طلبت مني الحاجه بتاعتها وانا رفضت الاستلام. في الحاله دي اسمها انا بددت المنقولات، ان انا اخذتها ورفضت ان انا ارجعها تاني مكانها. طيب حضرتك رجل قانون وبتمارس مهنه المحاماه، وفي نفس الوقت حضرتك رجل مصري بتحكمك عادات وتقاليد مصريه منها كتابه القايمه، حضرتك هتمضي ولا مش هتمضي؟ بصي دي مشكله بتغلب تلبيس على الهواء. سؤال رخم جدا، بس هقول لحضرتك بالنسبه لنا كشخص بعيد ده دليل ادانه، يعني دي حقيقه. احنا دايما متهمين بالادانه، دايما متهمين كمحامين دايما الكلام ده حصل عليه من الزوجه. تمام. لا هو شرعا وقانونا الزوجه طبعا مستحقه القايمه، طبعا مستحقه القايمه. وبعيدا عن الكلام ده خلينا اقول ان هي العلاقه بتبقى امان متبادل ما بين الطرفين. انا لو حسيت بالامان من ناحيه علاقه معينه فساعتها من حق الطرف الثاني ان انا احسسه بالامان ايا كان المطلوب مني اعمل ايه. في بعض الاحوال يا فندم بعد ما بنتجوز بقى ويعني والظروف تتحسن شويه نغير ثلاجه، نغير اوضه نوم، نغير شويه سجاجيد نجف، يعني القايمه نفسها بتختلف. تمام. ولكن بعض الاحوال برضو بعد السنين والكلام ده كله الزوجه بتقرر ان هي تاخد القايمه وتطلق وتمشي. تمام. طيب في الحاله دي الزوج موقفه ايه؟ هيجيب لها القايمه القديمه منين؟ تمام. خلينا هنا نرجع لاول نقطه خالص، ان الصيغه بتاعه القايمه نفسها. تمام. بتفرق معايا. تمام. صيغه القايمه مكتوبه ازاي ده يفرق؟ بالظبط طبعا بتفرق. على ان اردها لها بعينها، على ان اردها لها بعينها او ما يعادل قيمتها. أيوة. الكلام ده كله بيفرق معايا. نقطه كمان في حاله تغيير شيء،
في المنقولات الزوجيه فهو العقل والمنطق هنا هو اللي بيحكمنا. لو انا هغير حاجه او هسلمك حاجه غيرها ده معناه ان احنا غيرنا العفش بتاعنا قد كده، فمعنى ان انا غيرت معناه ان انا جبت حاجه احسن. تمام. فهيبقى الكلام منطقي لو الشيء اللي انا هسلمه لك شيء اعلى قيمه، اعلى قيمه من اللي مكتوب، لكن لو حاجه اقل بالظبط، لكن لو حاجه اقل بيبقى باين هنا ان انا بديت. لكن الطبيعي في حاله ان انا غيرت حاجه، غيرت تلفزيون، غيرت حاجه بحاجه اعلى شويه، فالطبيعي ان انا هكون بسلم حاجه اعلى. طب ما دي خساره للزوج. هي دي خساره للزوج بس الزوج مضى، ما هو الزوج مضى يعني هتسلم. طيب في زوجات بترفع على زوجها دعوى خلع. تمام. طيب ايه برضه بيسقط حقها زي ما بتسيب كل حاجه ولا بتكمل؟ خلينا نفصل. هي طبعا القايمه انا بمضيها بمناسبه الزواج بس خلينا نقول ان ده عقد امانه منفصل تماما عن قانون الاحوال الشخصيه. القايمه مستحقه في اي وقت للزوج، حدوث طلاق، حدوث خلع، ما حصلش طلاق اصلا ولا خلع وهي لسه على ذمته، بس في حاله واحده الا لو كان منصوص في القايمه غير مستحقه الا وقت حدوث الطلاق. لو الجمله دي مش موجوده يبقى الزوجه هتستحق القايمه بتاعتها في اي وقت. هي الطبيعي هتستحق في كل الاحوال، لكن امتى؟ لو مكتوب في القايمه بعد حدوث الطلاق يبقى بعد لما نطلق، مش مكتوبه يبقى هي في اي وقت هتستلم. يعني ما تقدرش تقول ان انا محتاجه استل يعني استرد القايمه دلوقتي. هي تقدر تقدر لو حسب منصوص حسب العقد. لو الجمله مكتوبه في القايمه لا تستحق الا بعد حدوث الطلاق يبقى لازم ساعتها نستنى الطلاق. لو مش موجوده هي وهي لسه على ذمته تقدر تطالب بالقايمه. تمام. لو في مثلا حاله ان الشقه اتعرضت بالكامل بمحتواها لسرقه او لزلزال او لحريق لاي حاجه، تمام، المهم يبقاش في اساس. تمام. والزوج بحسن نيه ما عملش محضر ما اثبتش حاله. تمام. الزوج عايز القايمه تثبتها ازاي؟ بنقدر نثبت هلاك المنقولات، مش لازم اكون عملت محضر اثبات حاله. انا مش هبقى دماغي لو بيتي ولع انا مش دماغي انزل اعمل محضر اثبات حاله عشان خاطر القايمه، بس باثير الدفع دوت في المحكمه وبنجيب شهود، وطبعا بيبقى سهل جدا اثباتها عن طريق تحريات المباحث، شقتي ولعت او ما ولعتش او حصل حاجه. تمام. او بشهاده الشهود ان تم هلاك المنقولات. بس برده ده ما بيغنيش عن ان انا اسلم منقولات، هسلم ما يعادل القيمه. هسلم بالظبط. معانا تليفون، معانا مداخله. الو السلام عليكم. استاذه نجلاء اهلا بيكي. ممكن اكلم الاستاذ المحامي لو سمحتي؟ طبعا اتفضلي. إيه لو سمحتي، انا عندي استشاره. انا حصل بيني وبين زوجي خلافات ومسك القايمه بتاعتي قطعها، اعمل ايه؟ تمام. حضرتك اول حاجه هتعمليها في حاله ان هو قطع قايمه المنقولات لازم انزل اعمل محضر اثبات حاله بالواقعه دي بشهاده شهود. يعني اروح مع جوزي؟ يعني جوزك قطع القايمه فهتعملي محضر؟ هنا بقى جوزك هو قطع لك القايمه، انت قطع لك القايمه وانت عايزه هتستردي حقك. فالاجراء القانوني يعني ما ينفعش ان انا مثلا اكتب قايمه غيرها؟ ينفع تكتبي قايمه غيرها لو متاح الكلام ده، ماشي، بس هو ما كانش قطع. لو هو هيمضي على قايمه غيرها ما كانش قطع الاولانيه. او مثلا صحيح، يعني عشان بس يبقى الواقع منطقي. هي الفكره حضرتك ايه الاجراء اللي انت عايزه تعمليه دلوقتي؟ يعني هل انت محتاجه القايمه؟ انا عايزه يعني ينفع ان انا اخليه يكتب قايمه غيرها؟ ما بموجب المحضر تقريبا. ينفع عادي لو هو موافق وهيمضي قايمه خلاص يبقى رقم واحد عندي يمضي قايمه. انا بتكلم في حاله رفضه قطع القايمه ولا مالكيش عندي قايمه وانا مش همضي على اي قايمه، فخلاص في الحاله دي انا هروح اعمل محضر. لكن لو هو ما عندوش مشكله انا مش عارف هو قطعها ليه من الاول، بس ماشي يمضي على قايمه جديده. شكرا يا استاذه نجلاء، اتفضل حضرتك. طب ايه عقوبه الزوج اللي بيمتنع عن رد القايمه لزوجها؟ تمام. هو بيحاسب عن جنح التبديد. احنا قلنا ان القايمه هي احدى الاشكال الخمس لعقود الابانه اللي تنص عليها في الماده 341 من قانون العقوبات. اللي بيحاسب عنها بجنح التبديد عقوبتها من اول 24 ساعه لحد 3 سنين وجزء اضافه غرامه. تمام. لو في زوجه بحسن نيه ما كتبتش قايمه، تمام، فبالتالي الزوج ما مضاش على القايمه، تمام، عايز استرد القايمه تستردها ازاي؟ تمام. في الحاله دي بنرفع الشق المدني. تمام. احنا خلاص طالما مفيش قايمه مش هقدر ارفع جنائي عن جنح التبديد، لكن برفع دعوه مدنيه اسمها دعوه استرداد منقولات زوجيه، وبقدر اثبتها بحاجتين: فواتير الشراء لازم تكون باسم الزوجه او باسم حد من طرف الزوجه، فواتير بتاعه الشراء، ومعاها شهاده الشهود. بنرفع المحكمه والمحكمه بتحيل الدعوه للتحقيق، وبيجي شهود بيشهدوا ان فعلا كان في منقولات زوجيه موجوده والزوج امتنع ان هو يردها، وقتها بيطلع حكم مدني بيلزم الزوج برد المنقولات. المنقولات مش قيمتها؟ المنقولات. تمام. المنقولات نفسها بس يرد قيمتها في حاله الهلاك. في حاله الهلاك دي الحاله الوحيده يبقى ملزم بقيمتها، لان طبعا انا اقدم فواتير فمكتوب فيها القيم الماديه بتاعتها. تمام. ففي حاله عدم التزامه بسداد برد المنقولات نفسها بيرد قيمتها اللي موجوده في الفواتير. تمام.
واحد دخل بيته لقى مراته مشطبه الشقه كلها ايوه بالواجب وجايباها على الارض. هل من حق الزوج في الحاله دي انه يرفع دعوه تبديد عفش؟ لا، هو في الحاله دي ما بيرفعش تبديد، لان مش هينفع انا معيش مستند ممضي من الزوجه، معيش عقد من عقود الامانه اللي ارفع على الزوجه بيه جنح التبديد. طبعاً. لكن اللي بيتم ايه؟ الزوج بيلاقيها خدت العفش، صحي من النوم ما لقاش العفش وخدته ونزلت، فالف به بينزل يعمل محضر سرقه. تمام. صحيت من النوم ما لقيتش العفش بتاعي. تمام. بيتهم مين؟ بيتهم الزوجه واهل الزوجه. ده في مصلحه غيرها بالظبط. الزوجه بيجيبوا الزوجه، انت خدتي طبعا في شهاده شهود، في ناس شافت العفش طالع نازل، شهاده شهود. الزوجه هنا بتيجي بتقر، بتيجي الزوجه بتقر اه استلمتها، ما هي هتلبس محضر سرقه. فبتقول اه استلمت دي حاجتي، اقرارها هي كده استلمت القايمه، ما تقدرش ترفع عليها. طب لو في قايمه منقولات اتعمل بيها جنح التبديد تمام واتحكم فيها والزوج اتحبس تمام، هنا الزوجة بتعود على الزوج بدعوة مدنية تمام، تطلب فيها قيمة المنقولات ولا المنقولات نفسها؟ المنقولات نفسها، دي بالظبط الواقع بتاعت ان مفيش قايمة اصلا. تمام. نفس اللي لسه قايلين، هرفع دعوة استرداد وهطالبه برد المنقولات، موجودة موجودة، تم هلاكها سد لي قيمتها اللي موجودة في الفواتير. طيب فندم، هل من حق الزوج اخذ صورة ضوئية من اصل القايمة؟ بص، هو الاصل في اي حاجه ان اي حد مضى على اي مستند سواء كان قايمه او غير قايمه، فالطبيعي ان لازم يكون عندي منه صوره، خصوصا المستند بتاع القايمه. انت ممكن علاقه زوجيه تستمر لسنوات، 10 سنين، قعدنا 10 سنين، فانا مش فاكر انا مضيت اصلا على ايه، فدايما الزوج بيخلي معاه صوره. اكيد لا، واكيد كمان الحاجه مش هتفضل بنفس جودتها، يعني مش هتكمل. بص، نفس الجوده دي احنا بنتكلم عن الصيغه بتاعت القايمه، استلمت المنقولات، دي الصيغه اللي بنتكلم عليها، بيقول لازم محامي يكتبها، استلمت المنقولات على ان استعملها. فطبيعي ان انا لما اجي اردها هردها مستعمله، مش هردها جديده. تمام. بس نرجع للنقطه الاولانيه. تمام، اتفضل. في نهايه لقائنا بنشكر الاستاذ ايهاب ابراهيم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، وعلى وعد بلقاءات اخرى متجدده ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا، تحت امرك. كلمه في ساعه غضب ممكن نقولها نندم عليها، لو فكرنا شويه هنلاقي في حاجات كتير حلوه ما بيننا عايزين نحافظ عليها. شكرا يا امي. شكرا يا داليا. خلينا نفتكر في القران الكريم لما ربنا ذكر الزواج قال وجعل بينكم موده ورحمه، والحاجتين دول لو الزوج والزوجه افتكروهم وعملوا بيهم مش هيكون في خلاف. من دلوقتي للحلقه الجايه هناخد بريك ونفصل شويه.